حكم ظالم طبعا. يعني ولادنا مش بلطجيه زي ما هم بيقولوا، ولادنا اصلا في الجامعه ومحترمين، ونزلوا اصلا في بتاعه المية، الضباط طلعوا من فوق القسم موتوهم. ازاي يطلعوهم براءه بعد ما موتوا ولادنا؟ الضباط طلعوا من فوق القسم موتوهم. ازاي يطلعوهم براءه بعد ما موتوا ولادنا؟ ابو الشهيد مهاب، مساء الخير. الاول مساء الخير. كنت عايز اعرف بس انتوا ايه الردود الافعال اللي خدتموها بعد تبرئه الضباط المتهمين بقتل شهداء الثوره اللي هم بتوع السيده زينب؟ كنت عايز اعرف ايه رد فعلكم وايه اللي هتعملوه في الايام القادمه؟ والله هو حكم المحكمه كان بمثابه الصدمه لينا جميعا، مش احنا كاسر شهداء وبس، كان صدمه اعتقد للشعب المصري كله. فاحنا اتخذنا القرار في الحال باننا اصدرنا بيان ووضعناه على المواقع المختلفة، وقررنا في هذا البيان وقفة احتجاجية إن شاء الله تكون يوم السبت القادم الساعة 12 ظهرا أمام دار القضاء العالي. طب هل في نشطاء تشاركوا معاكم احتجاجات بيانات؟ نعم يا فندم، في نشطاء كتير وفي مجموعة كبيرة معانا في البيان، مضت على البيان من تيارات سياسية مختلفة ومن جامعات مختلفة وأساتذة الجامعات ونشطاء من وأسر شهداء بالطبع. طب إيه هو البيان؟ ممكن ناخد يعني فكرة عنه أو لو حضرتك تلقيه علينا؟ أنا هقرأ لحضرتك على اعتبار يبقى كله موجود عند حضرتك. بيان من قلب الميدان: إن قراءة الأحداث التي مرت بالثورة منذ بدايتها وحتى الآن من قتل وسحل واعتقال وتشويه للثوار تؤكد أن هناك نية مبيتة للقضاء على ثورتنا الشعبية المجيدة. وقد جاء حكم اليوم الخميس الموافق 29/12/2011 بتبرئة قتلة الثوار دليلا جديدا وواضحا على ما استقر في وجدان الثوار بأن خطة الثورة المضادة مستمرة في غيها محاولة إطفاء جذوة الثورة المشتعلة، وهو ما لم يتحقق. فنحن أسر شهداء ثورة 25 يناير وثوارها مصممون على تحقيق جميع أهداف الثورة، وليعلم كل متآمر وخائن إننا جميعا قد احتسبنا أنفسنا شهداء في سبيل الحق والعدل والكرامة، كما يعلن الموقعون على هذا البيان إن هذا الحكم يعد تأكيدا لمخاوفهم من أن هذا الإجراء هو الخطوة الأولى لتبرئة مبارك ورجاله والعدل وأعوانه من دم الشهداء، وهو أيضا بمثابة إهانة للثورة والثوار. ولذلك نربأ بالقضاء المصري أن يشارك في هذه المؤامرة الدنيئة، لأن تبرئة قتلة الثوار سوف تكون وصمة عار في جبين القضاء المصري. وإذ نجدد ثقتنا في القضاء المصري النزيه بأننا نطالبه بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة لإعادة محاكمة كل من أجرموا في حق الثورة والثوار، كما ندعو الجميع إلى وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي يوم السبت الموافق 31/12/2011 في تمام الساعة 12 ظهرا. الموقعون على بيان من قلب الميدان: علي حسن علي والد الشهيد مهاب، مصطفى محمد مرسي والد الشهيد محمد، ياسر عبد العال أخو الشهيد غريب، جلال فيصل أخو الشهيد ناصر، مدام سهى زوجة الشهيد أسامة، محمد جمعة أخو الشهيد حسين، شاكر عبد الفتاح أبو الشهيد مصطفى، محمد عبد الحميد أخو الشهيد سيد، دكتور يحيى الأزاز حركة كفاية، دكتور رمضان محمود أستاذ بجامعة حلوان، خالد عبد الحميد ائتلاف شباب الثورة، أحمد إمام الجبهة القومية الديمقراطية، هاني محمود ائتلاف شباب الثورة، عبد الرحمن هريدي الطيار المصري، دكتورة أمنية عامر أستاذة بجامعة القاهرة، محمد أبو رحمة كاتب تقادم الخطيب الجمعية الوطنية للتغيير، محمد عباس تحالف من أجل مصر، عمرو الوزيري 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، محمد إكرامي اتحاد المناطق الشعبية، دكتور عبد الحميد عياد أستاذ بجامعة عين شمس، هيثم الخطيب اتحاد شباب الثورة، أشرف غزال ممثل، معاذ عبد الكريم ائتلاف شباب الثورة، كامل إبراهيم محمد ناشط مستقل، عمرو حامد اتحاد شباب الثورة، خالد علي أحمد حزب الثورة العربية 25 يناير، عامر الوكيل تحالف ثوار مصر، يحيى خلف إعلامي بشبكة يقين الإخبارية، حامد رمضان الشريف مستقل، مها عفة فنانة.
شكرا أبو الشهيد، وكل قلوبنا معاكم وربنا يعينكم. شكرا يا فندم، ونطلب من الجميع يعني أن يهتموا بالدعوة وأن يكونوا متواجدين إن شاء الله الساعة 12 أمام دار القضاء العالي يوم السبت القادم بإذن الله. حسب الله ونعم الوكيل، عايز أضالي في حقيقة القفاص. حسب الله ونعم الوكيل، عايز أضالي في حقيقة القفاص.